السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. هذه التغطية ستكون للهيونداي كونا 2024 بمحرك 2000 سي سي التنفس الطبيعي. خليكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذه التغطية للتعرف على المواصفات والأسعار. هذه فئة برستيج من هيونداي كونا بالنسبة لمواصفات السيارة الخارجية. المصابيح الأمامية من نوع LED، وهذا هو LED النهاري ممتد أسفل البونيت. إشارات الانعطاف راح تكون أسفل المصابيح الأمامية. 4 حساسات في الأمام، 2 على جوانب الصدام، و2 على الشبك السفلي، والقطع اللي أسفل الصدام راح تكون مطلية باللون الرمادي. الإطارات مقاس 215x55 أما مقاس الرنجات 18 باللون الفضي والرمادي. إشارات الانعطاف على المرايا الجانبية. خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب. قطع إضافية أسفل الهيكل بدون طلاء. الجزء العلوي من السيارة مطلي باللون الأسود اللامع مع توفر مواصفة قضبان السقف. وهذه خلفية هيونداي كونا مثل ما تشوفون. الإضاءات الخلفية من نوع LED والإضاءات الخلفية متصلة. طبعا إضاءة المكابح وإشارات الانعطاف وتنبيه الرجوع للخلف راح يكون موجود هنا على جوانب الصدام. جناح أعلى الزجاج الخلفي والجناح مطلي باللون الفضي. وهذه مواصفة كاميرا الرؤية الخلفية. 4 حساسات ركن في الخلف. الصدام مطلي باللون الفضي مع وجود كشاف الضباب الأسفل. الباب الخلفي يفتح كهربائيا. سعة التحميل الخلفية على الهيونداي كونا تقدر ب 466 لتر. وطبعا هذا واقي الأمتعة من أشعة الشمس. تتوفر مساحات إضافية على الجوانب. إضاءة منطقة التحميل راح تكون صفراء. وبالتأكيد أسفل هذا الغطاء إطار السبير الاحتياطي مع عدة فكوة تركيب الإطارات. وإغلاق الباب الخلفي عن طريق هذا الزر. محرك كونا من نوع MBI مكون من 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي 2 لتر. هذا المحرك يولد قوة 147 حصان والعزم 179 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT. هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الأمامي، وهذا المحرك يقبل بنزين 91. ومثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين مساعدات رفع البونيت تلقائية. معدل استهلاك الوقود اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 17 كيلو و800 متر والتقييم ممتاز. أما سعة خزان الوقود فتبلغ 47 لتر. مستوى راحة الركوب في مقعد الصف الخلفي يعتبر ممتاز. وبالنسبة لمساحة الجلوس، هذه هي المساحة بيني وبين مقعد الساق، المساحة تعتبر واسعة. طيب بالنسبة للمواصفات، فتحات التكييف الخلفية موجودة، وعندنا أيضا بالأسفل منفذين تايب سي لشحن الهواتف مع مساحة نقدر نحط الهاتف الجوال عليها. تنجيد المقاعد راح يكون من الجلد والمقاعد مخرمة. اعذروني على هذا التكييس، طبعا السيارة معروضة للبيع. ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الخلفي. هذه هي التكاية، وطبعا التكاية عليها حاملات الأكواب. الإضاءة الداخلية من نوع LED هذه هي. طبعا هذا هو المشبك الخاص نعلق عليه الملابس. الأبواب من الداخل. جميع القطع راح تكون من البلاستيك، فقط هذه القطعة راح تكون مكسوة بالجلد. مقبض الباب مطلي
باللون الفضي. في مساحة لحمل القنينة بداخل الباب. مقعد ساق بتحكم كهربائي. أما مقعد الراكب الأمامي بتحكم يدوي. طبعا هذا هو تصميم المقاعد الأمامية، وهذه هي الكونة باللون الفضي. أسمعكم الآن صوت تشغيل هيونداي كونا. طبعا تشغيل السيارة راح يكون عن طريق هذا الزر. بسم الله. اختبار مستوى العزل بعد إغلاق باب الساق. مستوى العزل ممتاز، اختفى الصوت بنسبة 90%. مواصفات السيارة الداخلية: عجلة القيادة مكسوب الجلد مع تطعيمات باللون الفضي. شيفتنج بدلز، تبديل جير خلف عجلة القيادة. وهذا هو عصا الجير، نفس الأسلوب اللي شفناه على السوناتا والأزيرا. هذه أزرار التحكم بالجهاز السمعي، الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث مع الأوامر الصوتية. وهذه أزرار التحكم بمثبت السرعة مع تصفح معلومات شاشة العدادات. تصميم عدادات الهيونداي كونا، العدادات راح تكون من نوع ديجيتال، يتوسطها شاشة. شاشة المعلومات مقاس 4.2 إنش. طبعا هذه الشاشة عليها معلومات قياس ضغط الإطارات، معلومات الرحلة الحالية، معلومات التزود بالوقود، والمعلومات بعد تصفير عداد الرحلات. هذه كانت أبرز معلومات شاشة عدادات هيونداي كونا. طيب، وهذه هي الشاشة اللي تعمل باللمس، مقاس 12.3 إنش. طبعا هذه الشاشة ما عليها خريطة الملاحة. نشاهد محتويات هذه الشاشة. طبعا هذه الشاشة عليها خيارات الجهاز السمعي. الجهاز السمعي مكون من 6 مكبرات صوت. هذا صوت الراديو، وهذه بوصلة القبلة، برنامج المكالمات عن طريق البلوتوث، اتصال الهاتف بالشاشة. طبعا هذه الشاشة تدعم برنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو، دليل المستخدم عن طريق الإنترنت. وهذه مجموعة الإعدادات، هذه إعدادات السيارة، إعدادات مساعدة السائق، والتكييف والمصابيح والأبواب والملائمة، إعدادات شاشة العدادات. نتحكم بالأنماط، عندنا إمكانية تغيير ألوان العدادات. طبعا هذا راح يكون اختيار أنماط ألوان الشاشة المخصص، نقدر نلغي هذه الخاصية ونجعل ألوان الشاشة تتغير مع اختيار وضعيات القيادة. إعدادات شاشة العرض والتحكم بمستوى سطوع الشاشة. طبعا أنا أشوف أن مستوى سطوع الشاشة الأقصى ليس بالمستوى المطلوب، خصوصا أن هذا الشيء يبين خلال الفترة النهارية. هذه كانت أبرز محتويات شاشة هيونداي كونا. أحط الآن جير ريوس، نشاهد تصوير كاميرا الرؤية الخلفية. هذا هو تصوير الكاميرا، ونقدر نشوف الكاميرا بعدة أساليب. أسفل فتحات التكييف تحذير الفليشر الرباعي، مع التحكم بالجهاز السمعي والتحكم بالشاشة. مثلا هذا زر الانتقال إلى برنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو. وبالأسفل التحكم بالتكييف أوتوماتيكيا، التحكم بإعدادات التكييف، وطبعا درجة الحرارة مستقلة للسائق والراكب الأمامي. ما شاء الله أزرار التحكم فيها جودة عالية. طيب ننتقل الآن للأسفل. يتوفر منفذ التايب سي المتصل بالشاشة أو لشحن الهواتف، وعندنا أيضا منفذ التايب سي الخاص بشحن الهواتف، وعندنا أيضا منفذ طاقة 12 فولت، هذا هو مع الشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية. عن طريق هذا القرص نختار وضعيات القيادة كما نشاهد الآن على شاشة العدادات. الوضعية العادية نورمال، الوضعية الرياضية سبورت، والوضعية الاقتصادية ايكو. هذا زر مشاهدة كاميرا
الرؤية الخلفية، وهذا زر إطفاء وتشغيل الحساسات، وهذا زر نظام الأوتو هولد. طبعا هذه حاملات الأكواب، نفتحهم عن طريق هذه الأزرار. طبعا اللي حاب تكون عنده مساحة أوسع يقدر يقفل حاملات الأكواب. هذه هي السدة، طبعا السدة مفتوحة عليها درج علوي، هذا هو الدرج. أنا شخصيا دائما أحب تكون السدة مغلقة للحفاظ على الأغراض اللي بداخلها، ما أشوف لها داعي تكون مفتوحة. طبعا هذا هو مسند السدة، مسند السدة مكسوب بنفس نوعية الجلد المستخدمة على عجلة القيادة. بالنسبة لسلامة وحماية الركاب على فئة برستيج، تتوفر وسادة هوائية للسائق مع وسادة هوائية للراكب الأمامي. المواصفات: عن يسار السائق عندنا مساعد نزول المنحدرات، وعندنا أيضا مانع الانزلاق تراكشن كنترول، مكابح التوقف كهربائية مع فتح وإغلاق الباب الخلفي. أما على باب السائق، فتح وإغلاق النوافذ، نافذة السائق والراكب الأمامي تفتح وتغلق بلمسة واحدة مع التحكم بالأقفال، مع التحكم بالمرايا الجانبية القابلة للطي كهربائيا. مرآة الرؤية الخلفية عادية ما عليها التعتيم. الإضاءات الداخلية من نوع LED. هذه شماسة السائق عليها المرآة مع إضاءة LED موجودة بالسقف، ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي. وهذا هو الدرج الأمام الراكب الأمامي، مثل ما تشوفون موجودة مساحة تخزين أسفل الطبلون. ما شاء الله تصميم السيارة من الداخل مشابه لتصميم الأيونيك 5 الكهربائية، وهذا الشيء رفع من مستوى الفخامة في داخلية الكونا 2024. طيب الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة، 10,311 ريال عماني، أي ما يعادل 100,470 ريال سعودي، أي ما يعادل 26,780 دولار أمريكي. ويشمل هيونداي كونا ضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولا؟ ادعموا القناة بالاشتراك فيها لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى. أعزائي المشاهدين لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية للهيونداي كونا طراز 2024. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.